أنا جاهزة وجاية معاك. الأمر صاحب الأمر يا بنتي. نورت يا عروسة. مبروك يا عروستنا. دستور يا محترمين، دستور يا مباركين يلي فرحنا مشرفين ومنسيين. لا لا لا، تركي زعلان تركي غرمان، من شان مشتريات حاجات محتاجة. قولي لهم أنا تحت أمرهم ومستعد لكل طلباتهم، بس زي النهاردة كاتب الكتاب. ايه الهيصة دي؟ انتوا عندكم انتخابات النهاردة؟ انت مخك راح لفين؟ دي خطوبة عقبال عندك. طب ما هو عندي عقبال عباس الزفر. ما هي خطوبة المعلم عباس الزفر. عباس الزفر؟ ايوه. يزدم كمان كمان شيشات مكسام كهرمة. أمان 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 أمان. مساء الخير يا رجب. مساء الخير يا عم. انت جيت امتى؟ من ساعة ما لبستوها الشبكة. أنا مش عاوز أكون صغير في عينك يا رجب، ومش عاوزك تظلمها هي أخرى. على العموم مبروك يا عم. نادية ضحت بنفسها عشاني، عشان ما ننزلش لعباس اللي حجز على عفشي وكان عاوز يعمل لنا فضيحة في وسط الخلق. مصدقك يا عمي، أنا أتمنى لها السعادة من كل قلبي، وربنا يجعل لها في كل خطوة فرحة. وأنت يا ابني؟ أنا ليا ربنا هو والبحر يعني. لا سرتها ما تلزمنيش. أنا أريد وأنت تريد والله يفعل ما يريد، فإذا لم يكن ما تريد فارض بما هو كائن، وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم. والدنيا مليانة حاجات حلوة، الطويلة والقصيرة، السمرة والشقرة، الرفيعة والتخينة، ده أنا بكرة هيصك. أنا مش عاوز تهيصني ولا حاجة، أنا عاوز نادية. وما السبب في فشل هذه الزيجة المباركة؟ الدين، عم استلف 150 جنيه من عريس الغبر الله يخرب بيته. قبح الدين، إنه هم بالليل ومذلة بالنهار. يا شيخ دي بسيطة خالص، 150 جنيه، ومادام الحكاية لسه خطبة ولا تحمل هم. ما حملته يا منير واللي كان كان. من هنا لغايه ما نرجع من ضرب النار هكون شفت لك حل. ومتى نرحل لضرب النار؟ بكره الصبح. يلا بينا. مولى المقدم. بطيئا للامام مكنه يسار. بطيئا للامام مكنه يسار. Thank you.
روبرت نوبة غرق. مش أحسن دلوقتي؟ الحمد لله أحسن كتير. تاخد بكرة كمان راحة وبعدين؟ لا أنا عاوز أحضر بكرة ضرب النار. وإذا رجع لك دوار البحر؟ أنا خلاص أنا ما بخافش من البحر، أنا بحب البحر. أنا مستعفى عن اللوترية دي. لا تركب رأسك، ادفع بالتي هي أحسن. لا ثم لا فلا. يمكن تكسب يا رجب، جرب حظك. ما أنا جربت وعرفت يا منير. طيب أنا هسلفك الجنيه وتبقى تدفعه لي بعدين. مش دافع. Thank you.
سعيد الحظ بعد ثانية واحدة هيكسب 150 جنيه. تحبوا مين يسحب القرعة؟ رجب! رجب! تعال يا رجب بسحب ورقة من دول. سحبنا يا فندم. رجب شعبان رمضان. لكن انا ما دفعتش حاجه. دفعنا لك انا وعبد البر. ايدك بقى على الجنيه يا حلو. كل الورق مكتوب عليه اسمي. كل ده علشان المهم الفلوس اهي. وادي كمان تصريح بيومين يعني تقدر تروح تتجوز. يلا بقى يا حلو يلا. هيا هيا. خلي ليلتك تفوت. لا خلي ليلتك انت اللي تفوت. ده انا متعلم لك المصارعة الياباني علشان ندشدشوك. مفيش لزوم يا رجل. مفيش لزوم يعني ايه؟ عمرك شفت واحد يشتري عروسة بفلوسه الا اذا كان قلبه زفر؟ ولا انت. اوعى تمد ايدك عليا احسن تتحاكم جنائيا. ودي مرجالة دي انك تتحامى في بدلتك. بس وليه يا مريوحة يا حلمبوحة؟ لا ما تشخصش في ضيوفي. ضيوفي في مين اللي مش عاجبه؟ يلا في 60,000 داهية. انت جارلك ايه يا رجب؟ انا زي الحديد. اسكت انت. انا جاي نوفي الدين اللي عليك وافك سجن بنت عم من الشايب العايب جوز الاثنين ده. معلم حنفي انا ساكت اكرامية للعروسة ولك، لكن وخلق الخلق الولد ده ما يزود بكلمة تانية لكم بريء من دمه. رجب يا ابني كلمة واحدة مفيش غيرها. 150 جنيه اللي بعت له بنتك فيها اهي. بس ما تكتبش الكتاب اهي اهي. فلوس فلوس ما تطلع المهر يا سبع البرومبا وتيجي تكتب الكتاب بذلك. راجل ما تجيبلي الفلوس من ابن اخوك يا معلم حنفي. هاتلي منه 150 جنيه. خرس ليه اللي كان جاي يعمل له غاغه؟ كتبتنا وعرضتنا ده يتعرك يا بعيد. دق يا مزيكا حزيني. على المخزن. وصلوك يا سرجب؟ وصلوك ايوه. حته في عربيه المعلم عباس. وماله؟ اني اولى بالحسنه من غيري؟ وكان المعلم ولا نساله في امه ونفسي نحرق دمه. اطلع. متشكر قوي يا ابو علي. العفو. وصلوك على فين بقى؟ على المينا. بس بسرعة احمل معاك. انتوا جايبين لي هنا فين؟ اسمح لي انزل دقيقة واحدة. ايوه بس انا عاوز اروح المينا. دقيقة واحدة وهنوصلوك على طول. عن اذنك. اتفضل. الله. قولوا انتوا قولوا. قول المعلم السردين في امان. اتفضل. خد يا ابني. انتوا عاوزين رجب؟ ايوه باسرع ما يمكن. نزل من شوية. اسرعوا. يا معلم ما شفتش راجل؟ شفته ركب عربية المعلم عباس لكن ما نعرفوش راح فين. اهي العربية جت. وديت راجل فين؟ هترفض الإجابة؟ إذا في الأمر سر. لا ما تسوقوش كده. ده هقول لنا كل حاجة في السكة. ده راجل طيب. قول أنت. أنت. أعمل راسك براس المعلم عباس يا كلب.
ياخد وحشي. اللهم اغلق، اللهم اغلق الابواب. حي